شارك 350 عداء وعداء ينتمون إلى 34 جمعية رياضية من مختلف أنحاء الجمهورية في النهائي الوطني للعدو الريفي الذي أقيم بمدينة صفاقس وسط أجواء تنافسية نبيلة. وقد التزم المشاركون بتطبيق مختلف نقاط البروتوكول الصحي الذي فرضته الجهات المسيرة من ارتداء للكمامة وتباعد وتعقيم. هو بعد 4 سنوات النهائي هذا عاد لصفاقس بعد 2017، دونك ان شاء الله نكونوا قد حضرنا وكل تحضيرات لنجاح هذا العرس النهائي ونجاح النهائي الوطني للعدو الريفي. كيف كيف اليوم عندنا سباق مع المحترفين، عندنا سباق لاول مره نادي مدرسي منخرط لدى الجامعه التونسيه في 100 مجاز بين ولي ومربي معلم وتلميذ، دونك كما سباق لاول مره مش يصير، تجربه جديده حلوه مش نعيشوها. نحب نشكر معنا كل الاطراف، السيد الوالي، السيد رئيس البلديه، السيد رئيس دائره سيدي منصور، وتظافر نتاع جهود كبار ونشكرهم، وهذا الكل خدمه راهو لشبابنا وخدمه للمواطنين تاع الجهه. عندنا بروتوكول كامل اعدته الجامعه التونسيه لالعاب القوى، طبعناه وطبقناه باش نحرصوا اكثر ما يمكن على التباعد الجسدي، فهمت؟ مثلا ما عندناش، عملنا مناطق للاحماء، مناطق كبيره باش العدائين ما يقربوش لبعضهم، ما نقبلوا حتى عداء من غير البافيت نتاعو، يدخلوا الناس كل المكان الانطلاق حاملين البافيت نتاعهم. المشاركون في هذه التظاهره عبروا عن اعجابهم بالاجواء التي ميزت هذه التظاهره الرياضيه وبحسن تنظيمها. المشاركه محلاها، اما وزيد العدو الريفي باهي للانسان كل يساعد. والله هذه اول عام اللي نجي لصفاقس وكل، وتنظيم تبارك الله باهي باهي وكل الكراهب وكل. لا يعطيهم الصحة. والله أسمع فرق كبير بالحق ويعطيهم الصحة، وأنجز حر ما وعد السيد رئيس بلدية صفاقس وسيد رئيس بلدية سيدي منصور وكل من معاهم واللي عاونوهم، وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة. زاد السيد مؤسس محمد بوشعالة، وزارة التربية، وزارة الرياضة يعطيهم الصحة. تونس باهية، مارسوا الرياضة، وديما عندنا أمل وديما عندنا غدوة إن شاء الله خير. هذا وتوج العداء عاطف سعد بلقب النهائي الوطني للعدو الريفي أكابر، مجتازا مسافة 8 كيلومترات في توقيت 24 دقيقة و7 ثواني، فيما فازت العداء مروى بوزياني في صنف الإناث.